بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. احنا النهاردة يا جماعة معانا من داخل مزرعة الحاج محمد أبو الحاج بإذن الله رب العالمين، معانا إن شاء الله 20 ذكر جاموس من العيار التيه الأول، والأسعار هتكبى من تحت خالص. بس أنا عايز يخش على الفيديو يعمل لايك، عشان والله اللي يخش على الفيديو ده يستفيد منه، لأن احنا مش عند أي حد، احنا هنا عند الحاج محمد أبو الحاج بإذن الله رب العالمين. الأمان والمصداقية والثقة، والمشاهد طبعا اللي اتعامل معاه قبل كده، اي عميل اتعامل معاه قبل كده هو اللي يخش يعلق في التعليق ويرد علينا. والاسعار النهارده هتبقى حلوه جدا جدا جدا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، معانا 10 هنا اعمار من 5 شهور لست شهور، وفي كمان احيانا عيول اكبر، تمام. ومعانا برضو 10 تانيين اعمار تخش يعلق على طول. خليكم معانا على الفيديو، ومحدش ينسى يصلي على سيدنا النبي. واللايك عم الحاج محمد باشا، السلام عليكم. الله وبركاتك يا حاج احمد. ازيك يا عم الحاج محمد، عامل ايه؟ والله قسما بالله انا النهارده مبسوط، انا جاي اصور عندك. الله يخليك يا ابو عمر، ربنا يزيدك يا عم. ربنا يبارك لك يا عم الحاج محمد ويزيدك من نعم الله يا رب. ربنا يخليك يا ابو عمر يا رب. حبيب قلبي يا محمد، ربنا يبارك لك يا رب. طب النهارده يا محمد معانا ايه بالظبط النهارده في العرضين؟ احنا معانا اول عرض يا حاج احمد قلنا عليه ب 95,000. النوع يا محمد، تعالى كبر رولي. تعالى اهو. 95,000. والله العظيم ضربه جامده قوي فيهم بقى 11. على طول كده 95,000؟ 95,000. على طول كده من غير كلام؟ بس اللي يجي يقول لي سيب جنيه اقول له لا. الصلاه لحضرتك جمال سيدنا النبي، 95,000 يا جماعه، ال 10 دول ايه رايكم يا جماعه؟ 95,000. الحاج محمد مغسر النهارده مع المشاهد خالص، يعني من كلمه وكلمه. ابراهيم رويانا مش بهم. اللهم صل على حضرتك جمال سيدنا النبي. ابراهيم رويانا ابو عمر. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يبارك في صاحب النصيب وصاحب المال. والناس يا جماعه بالله لكم في التعليق معانا، ادينوا رايكم في التعليق يا جماعه، ادينوا رايكم في التعليق. 10 دكتور يا جماعه ممكن يخشوا من النهارده على طول. الاعمار بتبدا معانا من 7 شهور اقل حاجه، واكتر حاجه 10 شهور ب 95,000 عند الحاج محمد ابو الحاج في المنوفيه ووسنا قريه عرب ابو ذكري. خليكم معانا على الفيديو، ومحدش ينسى اللايك والصلاه على سيدنا النبي. معاك انت يا عم الحاج محمد. معانا كمان 10 صغيرين هم. تمام يا عم محمد. الاعمار؟ الاعمار من 15 ل 6 اشهر. تمام. اكبر عجي 6 شهور. اكبر عجي 6 شهور. تمام. فرجني يا عم محمد كده، تعالى. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على حضرة جمال سيدنا النبي. ده أظهر عجلة. تمام. دي الوسط. تمام يا ريس. بعد كده الوسط، بص أقول قديمة كلها بتاعت. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شايفين يا جماعة فتحة ونظام، شعرة حلوة. فين بقى بسم الله ما شاء الله أحسن من 85. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله. يا عم محمد بكام ال 10 دول؟ 9000 جنيه يلا. بكام يا محمد كده ال 10 دول بتصلي على سيدنا النبي؟ ب 74,000. بكام؟ ب 74,000. أنت بتتكلم جد على طول كده؟ لا. والله ب 74,000، ب 85 ولا ب 80 ولا ب 74,000. أبو ستة رايك في الكلام ده أبو ستة؟ كلام حلو والله أبو عمر. إيه رايك في الكلام ده يا معلم؟ الفهم ده عند أي حد تاني، بس الناس كلها عندها بهايم. تمام. عند أي حد تاني ب 80,000. الصلاة على سيدنا النبي. إحنا خلينا في نفسنا يا معلم أبو ستة. ربنا يا رب يبارك صاحب النصيب وصاحب المال. اللي عاوز يتواصل مع الحاج محمد الحاج ده رقم التليفون 010 63 10 74 92. يا عم محمد. نعم يا باشا. البان دي لو اي عجل فيه عيب شرعي، في غلطه عندي. تمام. عندي. مفيش فيه اي عيوب شرعيه. العيب الشرعي عندي. حبيب قلبي يا محمد، ربنا يبارك لك يا رب. اي حاجه المشاهده راسي. والعميل لو خد عجل منك بعد يوم بعد اتنين ما عجبوش يجيبه ومصرفه على حسابي. كمان. انا بقول كلمه عند كلمتي. ربنا يا رب يبارك لك يا عم الحاج محمد، احنا عارفين يا جماعه الحاج محمد والحاج هنا الامان وكلمته واحده، الامان والثقه والكلمه الواحده على فكره. والراجل ما بيحبش يعني يطول عليكم في الكلام، الراجل بيخش كلمه وكلمه على طول، لان عارف بهايمه مصدرها فين، وعارف بهايمه شكلها ايه. وعلى فكره يا جماعه في هنا انتاج جاموس، الحاج محمد بيقول لسه، بيقول يا محمد هنعرض، قال لك لا احنا مش هنعرض العرض النهارده الا بكره او بعده، لان هو بيختبر البهيم بتاعه، بيختبر بهيم يوم واثنين وثلاثه. طمن عليهم الاول يا ابو عمر. ضمن ربنا يا محمد. ما ضمن ربنا سبحانه وتعالى، بس اطمن عليهم الاول، شوف اللي بياكلوا ازاي، بيشربوا ازاي، نصبر عليهم يومين عشان نقبل اللي ياخد بهيم نبقى قلبنا مطمن. حبيبي يا محمد ربنا يبارك لك يا رب. يا معلم ابو سته. ابو عمر. مش هتقول المشاهد كده عايزين لايك؟ المشاهد كله على باش على دماغه من فوق. عايزين لايك بس واحد كده. الناس بتوصل يا جماعه وتشاركوا القناه. ماشي يا معلم. يا جماعه مكسبنا قليل، بس مكسبنا المشاهد. حبيبي يا معلم احمد ربنا يبارك لك يا رب ويزيدك من نعم الله. شكرا لك يا محمد على حسن تعاونك مع المشاهد. كل سنه طيبين يا حاج. وربنا يا رب يبارك لك في الجنيه الحلال بتاعك ويزيدك يا رب من نعيم الله. ادي 10 دكتور يا جماعه امك، والله انا مش مصدق الحاج محمد بيقول لي ب 74,000. 74,000 يا محمد بمكسبهم؟ والله بمكسبهم، هنعمل ايه احنا عايزين بمكسبهم كده. احنا قلنا المادة يا ابو عمر نبيع كتير ونكسب قليل. الصلاه على سيدنا النبي، ربنا يزيد كتير ونكسب قليل، ولا نعمل زي الناس بقى نطوخ ونرشم ونقعد؟ ما ينفعش، انا عايزين نبيع. تمام يا محمد. نكسب في العجل 100 جنيه احسن من نكسب 200 500. تمام يا ريس، ربنا يبارك لك يا رب
ويزيدك من نعم الله. سعد عم هلك قاعد من دورك باذنك. سعد يا باشا قاعد من دورك، عايز امتع المشاهد النهارده معانا، لان الحاج محمد داخل عليا كده النهارده داخله حاميه كده وبخش لي في السنه على طول. والحاج محمد بيقول المشاهد النهارده اللي يزعل يزعل، انا عندي الاسعار بمرض الله انا. فبقول لاي حد يشاهد الفيديو يا جماعه من التجار اللي يزعل يزعل، ما حدش يزعل مني، اسعار ان شاء الله من تحت 9500 11 ونص. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. والله 11 ونص. السلام على حضره جمال سيدنا النبي. اللهم صل على حضره جمال. العشرة بكام يا محمد؟ 95000. العشرة حبل واحد على بعضهم؟ على بعضهم 95. بس اللي يجي يقول لي اتنين دول اقول له لا، ده احنا لا، لو حد عايز مثلا اتنين منهم عادي يا باشا، ياخد عادي يا باشا، كل شيء بحسابه. الباقي متفقيه برضه، في الصغير بسعر والكبير بسعر يا محمد، كل شيء بسعره. لان يا جماعه معانا الاعمار تبدا معانا اقل عجل 7 شهور، تمام؟ 9 شهور. واكبر عجل معانا 10 شهور و9 شهور. فلذلك الحاج محمد ابو الحاج بيقول لكم العرض مش زي بعضه. فاللي عاوزهم العرض العشرة على بعضهم احنا تحت امره واذنه وفي خدمه اي حد. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يبارك ويحمل مال اصحابه. 10 ذكره من اعلى المال. بس بالله عليكم يا جماعه اللي يخش على الفيديو يصلي على سيدنا النبي ويعمل لايك وشير واشترك معانا في القناه ويصلي على حضره النبي. واهم حاجه اللايك يا جماعه عشان الفيديو يوصل لغيرك. وانتظرونا بكره بعرض جديد على الحاج محمد. تقول اي حاجه للمشاهد يا محمد؟ اقول لكم كل سنه وانتم طيبين واللي جه على راسنا يا حاج حبيب قلبي يا محمد. قناه سوق بلدنا. سوق بلدنا يا باشا، ربنا يبارك. قناه سوق بلدنا على راسنا حبيب قلبي يا محمد. من اي واحد يعني اي حد يجي لك من سوق بلدنا هتعمل له خصم ان شاء الله؟ على راسنا يا عم حبيب قلبي يا محمد، ما تحرمش منك ابدا يا رب. معلم احمد تقول اي حاجه للمشاهد؟ قول للمشاهد كله على دماغ ابو عمر. على دماغنا يا عم احمد. رقم التليفون؟ رقم التليفون 010 6 5 2 5 7 1 3 2. في رقم تاني برضه يا جماعه الحاج محمد هنا 010 63 10 74 92. شكرا اليكم على حسن استماعكم معنا، وانتظرونا بكره في عرض جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.